طيب زي ما متعودين مننا، والحقيقه انا بلسان كل جمهور النادي الاهلي وبلسان كل المسجز اللي جايه لي، انا بشكركم طبعا وبشكر جمهور النادي الاهلي على كل ما حدث خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن يجب برضو ان اشكر صديقي العزيز كريم سعيد وصديقي العزيز احمد ثابت. الحقيقه خلال الاسبوع اللي فات بالكامل تعرضنا لبعض الامور، ولكن في النهايه الحمد لله الشكل اللي احنا اتفقنا عليه من اول يوم، والشكل اللي احنا قلنا هنبتدي بيه عشان خاطر جمهور النادي الاهلي يعرف كل فرق المونديال وكل حاجه عن ما تخص المونديال، احمد ثابت وكريم سعيد الحقيقه بذلوا فيهم مجهود كبير جدا، ومعاهم كل الناس اللي شغاله عندنا هنا على البيرو، كل الناس اللي شغالين الحقيقه اجتهدوا عشان نقدر نوصل ان احنا امبارح واحنا بنلعب الدحيل ليا بعض الاصدقاء كريم. نعم. برحب بيكم طبعا كريم واحمد. يعني امبارح وانا قاعد الناس كلها بتقول لي احنا بنتفرج، احنا حاسين ان احنا شفنا كل حاجه الحقيقه، فانا بشكركم الحقيقه وبشكر تعبكم خلال هذا الاسبوع. تعبنا كتير او عملنا حاجات كتير، ولكن في النهايه المتلقي كان سعيد جدا بالشكل اللي انتم عملتوه خلال الاسبوع اللي فات. طبعا الحمد لله يا كابتن اسلام. طبعا في البدايه الف مليون مبروك طبعا لمنظومه النادي الاهلي كلها، مجلس اداره وجماهير ولاعبين، واكيد الفوز كان مستحق وعن جداره. واعتقد يعني كليشيه قديم قوي ان احنا نبدا نقول اصل الاهلي كسب عشان كان الدحيل وحش، في اصل اللعب كان حلو. حلوه كليشيه قديم دي. كليشيه قديم قوي بصراحه. لا وبعدين ايه، انا ممكن اجيب كريم وهو بيتكلم قبل الماتش بيقول لك ايه الدحيل ده فريق مش عارف جامد جدا وبتاع، وبعدين بعد الماتش يقول لك عشان مجرد الاهلي كسب بس. نعم. عارف لو الاهلي لا قدر الله لا قدر الله كان اتغلب يا خبر ابيض مش خلصنا. وكان احنا بنتكلم على مباراه من طرف واحد. فطبعا امر بصراحه غريب ان هو يتقال، ويتقال ايه يا كابتن اسلام سيدي بقى، حتى من الاعلاميين او من الصحفيين، ويتقال من لعيبه كوره سابقين. ده عيب، ده عيب جدا، عيب جدا تكون قعدت في الملعب اكتر من 15 سنه او 20 سنه وتطلع تقول اصل الاهلي كسب عشان اللي قدامه كان وحش. لا، الدحيل كان فرقه محترمه جدا طبعا، لكن الاكيد ان النادي الاهلي في الشوط الاول كان امتياز. ووصلنا بالامتياز ده صفر فرص على مرمى محمد الشناوي الشوط الاول. الشوط الاول شوط مثالي. نعم. يعني انا كتبت كده امبارح على تويتر الشوط الاول هو شوط مثالي. نعم. للنادي الاهلي طبعا، ومش معناه طبعا ان صبري مش غلط، وانا استغليت الغلطه. انا مالي يعني، المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض ايه؟ لا حضرتك تتغلب بقى عشان اول شوط فيك اجوان. المفروض كان حد يروح له على الدكه يقول له خلي بالك انت بتغلط، بتغلط عشان تكسب النادي الاهلي. صح. انا عارف ممكن الليمون يروح يقول له كده على فكره. لكن الشوط الثاني طبعا هم الراجل تدارك كثير من اخطاءه في الشوط الاول وحاول يرجع، لكن برضه ما نقدرش نقول ان نادي الدحيل كان عنده الفرص اللي هي ايه الخطره للغايه على مرمى محمد الشناوي. في تسديده وفي الكره الهاد اللي بدماغه. وفي كورتين على مشارف منطقه الجزاء وهنحللهم انا واحمد النهارده، هنتكلم عن كل حاجه، لكن لا تبخس النادي الاهلي حقه في المجهود او حقه في التاكتكس اللي اتحطت، او حتى في نقطه بقى مهمه جدا كابتن اسلام احنا اتكلمنا عليها الحمد لله ان في لقطتين احنا كنا اتكلمنا عليهم هنا في تحليل نادي الدحيل حصلوا يعني كوبي وبيست من الجهاز الفني النادي الاهلي، اللي بياكد لنا ان الناس شغاله الحمد لله الهدف الثاني اللي هو